درس النهاردة ازاي نعمل ابتسامة والاسنان اللي دايما كنتوا بتسألوني عليها. يا رب يعجبكم، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وطبعا اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت من كومنتاتكم اللي بتسعدني. النهاردة بنكمل رسم الملامح. هنعمل النهاردة الابتسامة والسنين اللي كذا حد سألني عنهم. طريقة ان شاء الله بسيطة وخطوات سهلة زي ما اتعودنا. هنحتاج ورق، قلم رصاص، واستيك تفاح، وممكن نحتاج الاستيكة الناشفة شوية في اجزاء بسيطة. انا هنا بستخدم البي، انتوا ممكن تستخدموا اتش بي برضو هيبقى كويس معاكم. وهقول لكم ممكن هنحتاج للاتش في الاسنان نفسها. اول حاجه هنعملها هنبدا نرسم الشفايف بتاعتنا ونظبط الاوتلاين بتاع الاسنان وكل حاجه، بحيث ان احنا ايه نشتغل على طول. زي ما اتفقنا ان اي خطوط بنعملها بتبقى بخط خفيف كانها خريطه لينا نبدا نشتغل عليها، وبعد كده نقدر نمسحها بسهوله ما تعلمش في الورق بتاعنا. هبدأ اعمل خط افقي، وبعد كده هننزل بالايه، نحاول نظبط اليمين قد الشمال بالظبط. هبدا اخد خط من النص، اظبط نص الشفايف بتاعتي فين. بعد كده هعمل خط بسيط من هنا، نفسه من هنا، تمام. هاجي هنا كده هاخد خط صغير حسب ما انا عايزه بقى لحد هنا او لحد هنا زي ما انا عايزه، وابدا ان انا اوصله بالجزء ده الناحيتين برضو زي بعض. هنرسم بقى الشفه اللي فوق. هبدا برضو من خط النص كده اعمل جزء بسيط هنا، وبعد كده ابدأ اطلع بيه هبدأ الناحية التانية يبقى نفس الشكل. ومن فوق هعمل خط بسيط من هنا برضو من النص، وابدأ اقفل الشفة بتاعتي اللي فوق. انا كده عملت الشفة اللي فوق، هبدأ بقى ان انا اعمل الشفة اللي تحت. هنحدد مكان برضو هنا عايزينها تخينة ورفيعة زي ما نحب، اللي هي المساحة ديت نظبطها زي ما احنا عايزين، ونبدأ ان احنا نقفل الشفة اللي تحت. الجزء اللي احنا عاملينه هنا اصلا في الاول ده هنبدأ نديله بس
زاويه بسيطه لجوه كده. بصوا دي بتدي شويه طبيعيه للشفه، هي حاجه بسيطه بس هتفرق معانا في الشكل النهائي اهو. بكيرف خفيف قوي، نظبط الناحيه الشمال زي الناحيه اليمين على قد ما نقدر، وهمسح لكم الزياده اهو عشان تشوفوا. برضو من تحت نحاول نديها ايه كسرة بسيطة من هنا. بصوا الحاجات التفاصيل البسيطة قوي دي بتفرق في الشكل النهائي بطريقة مش هتتخيلوها يعني. هنبدأ بقى نعمل الأسنان. هنعمل الأسنان ازاي؟ أول حاجة عندكو اختيارين، طبعا لو الأسنان هتبقى كبيرة قوي واخدة المسافة دي، أو إنها لا اللثة باينة أكتر من فوق في الأسنان هتبقى صغيرة، ده يرجع لكو أو يرجع لشكل الشفايف أو الفم اللي انتو بترسموه. أنا هاخد خط بسيط هنا وهبدأ أعمل الأسنان. طبعا احنا هنا هنقسم الجزء بتاعنا دوت لخمس مساحات، كل ما بنتجه ناحية حرف البق نفسه كل ما بتصغر معانا، يعني كأننا بنقسم كده، ادي مثلا واحد اتنين بصوا كل ما بنتجه كده كل ما ايه المساحة دي بتصغر معانا. خلاص هنعمل هنا زي حرف الفي او الواي من فوق بسيط، وهنبدأ نرسم السنة بتاعتنا. ممكن يبقى جزء مستخبي طبعا في اللثة من فوق او في الشفايف من فوق، وهنبدأ نرسم مثلا اول سنة. عايزينها من تحت تبقى خط مستقيم قوي، لا هنديه بس ايه ممكن كيرف بسيط كده عشان نديها طبيعيه اكتر. خلاص هنبدا اللي هنعمله هنا لازم هنعمله هنا، اللي هنعمله هنا لازم هنعمله هنا. بنعمل ايه بقى عشان نظبط؟ هنقيس بالقلم بتاعنا. بصوا القلم بتاعنا هنقيس عرض السن ده بالظبط، نبدا نطبقه ايه الناحيه التانيه عشان يبقى شكله متساوي وشكله قريب من بعضه. نستعجلش، انا بحس الناس بتستعجل عايزه تظلل، لا ناخد وقتنا في الاوت لاين كويس قوي عشان بعد كده التظليل يبقى سهل بالنسبه لنا وما نلاقيش بقى اخطاء بعد ما نخلص تظليل. لا يعني احنا هنرسم براحتنا ونظلل بعد ما نخلص الاوت لاين نبقى راضيين عنه 100%. بعد كده رسمت السنتين اللي ايه في النص. طيب هبدا ارسم السنه اللي في الجنب ديت، برضو هناخد كيرف كده من تحت هنا ونبدا مثلا من هنا اهو، دي شويه لسه هتبدا ايه تبان فيها. طبعا شكل الاسنان بيفرق من شخص لشخص واحجامهم وكده، طبعا ده بتاعنا احنا. هنبدا ان احنا هناخد برضو المقاس هنا بالقلم كده، نبدا ان احنا نظبط
الناحية التانية. ممكن ناخد برضو خط خفيف كده لو احنا عايزين نظبط مكان الانفصال من هنا من فوق برضو جاية منين، ناخد خطوط خفيفة كده ان احنا نبين لنفسنا بس احنا ماشيين فين والمسافة بالظبط او المقاس بالظبط عشان تطلع زي المراية، او ان هو الجزء ده زي الجزء ده بالظبط، نسهل على نفسنا يعني. طبعا هي مش هتبقى برضو 100% قوي بس احنا بنحاول على قد ما نقدر، مش عايزين نلجأ بقى الناس اللي بتشف والناس اللي بتعمل المربعات، ده زي ما اتفقنا درس المربعات احنا مش عايزين نشتغل بالطريقة دي ابدا. السن اللي بعده هنبدأ بقى نشتغل كده لحد ما ايه بنخلص الاجزاء كلها او الاسنان كلها بتاعتنا. وممكن برضو تعملوا خط كده اللي هو بنمشي عليه للأسنان نفسها او اتجاه السنان، يعني برضو ايه ساعدوا نفسكم يعني. كل ما بنبعد نحاول ان السنة تكون مستخبي منها جزء ورا السنة التانية، يعني زي المنظور كده السنة مستخبية ورا الايه اللي قبلها. كده خلصت الاسنان اللي فوق، هنبدأ نشتغل بقى الاسنان اللي تحت. احنا هنا عملنا حرف الواي ده، هنا هنعمل بسيط من تحت زي التمانية كده، والاسنان اللي من تحت مش هتبقى نفس حجم اللي فوق دي اللي في النص، لا هتبقى مثلا لحد هنا مثلا منها بس كفاية. نبدأ ارسمها برضو ما نديش خط مستقيم قوي، لا ندي انحناء كده بسيط فيها عشان تبين اكتر طبيعية. هنقيس برضو اهو، ممكن نقيس كده، نبدأ ان احنا نشوف السن واصل لحد فين الناحية التانية. تبقى فيها ميل بسيط كده لجوه. ونبدأ نشتغل على بقية الأسنان. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا كل ما بندخل لجوه كل ما الموضوع بيظهر. عندي هنا السن ده بيبقى واخد كيرف كده لفوق شوية، بعد كده بيبقى الضروس.
انا كده خلصت الاسنان بتاعتي فوق وتحت الى حد ما. هبدأ ان انا اظبط بقى هنا الكيرف ده كده بتاع اللثة من هنا ومن هنا، وعايزة بقى امسح كل الخطوط اللي انا مش محتاجاها خلاص في الرسم. زي ما اتفقنا طول ما الخطوط بتاعتنا خفيفة كل ما مسحها يبقى سهل، ومش هتعلم معانا في الورقة وتبان معانا في التظليل في الاخر. اللي ما شافش درس التظليل يرجع يشوفه تاني، لازم قبل اي درس بتظليل اللي ما شافش درس التظليل لازم يشوفه الاول ويعرف ايه القواعد بتاعته وازاي بنشتغل وايه الطرق بتاعتنا وازاي نبري القلم. برضو اللي ده ليه فيديو لوحده، ممكن تبقوا تشوفوه ازاي نبري القلم كده بحيث ان احنا نقدر نشتغل بمساحة كبيرة مرة واحدة، تساعدنا في التظليل. انا كده مسحت الخطوط اللي انا مش محتاجاها خالص. هبدأ بقى برضو بالاستيكة نخفف اللي احنا رسمناه زي ما اتفقنا او زي ما بنعمل كل مرة، احنا بنخفف شوية الخطوط اللي احنا رسمناها بحيث واحنا بنظلل ما نبقاش محكومين بدرجة الخط اللي احنا عاملينه. احنا لازم نوصل لها عشان ما يبقاش باين خطوط، فلا احنا بنخفف بس كده بسيط. الاستيكة مثلا اتوسخت، لا بنعمل جزء تاني عن طريق زي طبطبة كده. بصوا لو مسحنا كده هتمسح الخطوط بتاعتنا نفسها، ودي بقى الرسومات اللي احنا عاملينها. فلا بصوا احنا بناخد بس من الجرافيتي، مادة الجرافيتي دي او الرصاص نفسه طبقة بسيطة. ايه اتوسخ مثلا من هنا، لا بنغيرها اهو، نبدأ ناخد جزئتين. انا كده الى حد ما جاهزة ان انا ابدأ ازل. زي برضو اخفف الاسنان سنة كمان معلش. تمام كده هبدأ ادي احدد طبعا مكان الاضاءة بتاعتي، وليكن مثلا الاضاءة بتاعتي جاية من هنا. هبدأ ان انا ادي تون للشفة اللي فوق. طبعا حسب لون درجة لون الشفة عندنا بنبدأ نشتغل، بس بنشتغل من الفاتح للغامق، ما نحطش غوامق قوي في البداية. هنبدأ بقى ننتقل من تحت كده شوية، ان الاضاءة جايالي من فوق، او ده الجزء اللي هو متني لجوه في الشفة نفسها، فلازم بيبقى غامق شوية عن الباقي.
انا مش حابه اسرع في التسليل زي ما انتوا طلبتوا مني. كنت سألت الناس اللي بيشتغلوا معايا في الكورس لو حابين هل ان انا اشتغل بالراحة، الفيديو هيبقى طويل شوية عشان يشوفوا كل تفاصيل التسليل، ولا اسرع الفيديو هيبقى احسن بالنسبة لكم ويبقى وقته قليل فاغلب الناس قالت لي لا يعني خليه بطيء بحيث ان احنا نشوف التسليل بالظبط وبياخد معاكي قد ايه، وعشان احنا كمان ما نبقاش مستعجلين واحنا بنزلل يعني زي ما الفيديو بيبقى سريع. فده زي ما طلبت. لو في ناس حابة ان انا اسرع لهم الفيديو بعد كده ممكن يبقوا يطلبوا مني ده في الكومنتات وانا اعمله لهم يعني اللي انتوا عايزينه. انا هنا تقلت سنة بسيطة كده من تحت. طيب عندي الاضاءة جاية من هنا اكتر، فبالتالي الجزء بتاع الشفة ناحية اليمين هيبقى اغمق برضو شوية. ما استعجلش في حط تون غامق قوي مرة واحدة، لا انا ممكن اخد بالتدريج لحد ما اوصل للتون اللي انا عايزاه او اللي انا عايزه. ان انا لو استعجلت وحطيت درجة غامقة قوي بالتالي هضطر ان انا التونات اللي جنبيها او الدرجات اللي جنبيها ان انا ابدا اوصل للدرجة ديت او ادرج ليها، فده ممكن يضايقني في الشكل النهائي بتاعي. كل ما بحتاج غامق بزود شوية، ما جيش مثلا هنا لو عامله غامق قوي فيضايقني بعد كده. هنغمق برضو بسيط من الزاويه، زاوية الشفايف نفسها. هنبدأ ندي برضو درجة لون الشفة اللي تحت.
الجزء ده بيبقى داخل لجوه الفم شوية، فبالتالي بيبقى هنا درجة غامقة شوية، وبيبقى ظل الشفة اللي فوق برضو عليها. طبعا برضو الشفة من تحت بتبقى أغمق عشان واخدة الكيرف بتاع الشفة كده. والناحية دي برضو هتبقى أغمق شوية ان هي في الظل، او الناحية التانية من الإضاءة. كده حسيت عايزه تتظبط اكتر. لسه هنشتغل برضو في الشفه اللي فوق تاني. احنا بندي الاساسيات بتاعتنا وبعد كده نرجع نظبط الاتنين مع بعض. انا مش بسيح زي ما اتفقنا، انا من الاشخاص اللي مش بحب التسيح، بحب التونات نفسها هي تدمج بعضها وتسيح بعض. برضو ممكن تلاقوا الكلام ده كله في درس التظليل، ادوات التظليل.
احنا كنا رسمنا مع بعض قبل كده الشفايف ازاي نرسمها وكذا شكل ليها وازاي نظللها، برضو تقدروا ترجعوا للفيديو ده لو حابين. بس كانت من غير اسنان يعني. هاجي هنا، هنا في جزء من اللثة بيبقى باين شوية من هنا ومن هنا. انا هنا عملت خطين من هنا كده، وهبدأ ان انا اظلل الفم من جوه. بدرجة غامقة ممكن ابدأ يعني ادرجها على في النص، افتح سنة بس برضو في الغوامق، يعني احنا مازلنا برضو كل ده في الغامق. الناحية التانية